والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتي الى قناتكم قناه بي بوبجي تي في. متخوضات رجع لكم من جديد, وفي هذا الفيديو هذا عاوتاني اخوتي اخواتي نسحبوا 5 ديال الاشخاص من الكومونتيرات السحب عشوائي, وارسلوا لهم 100 دياموندا الواحد عن عبر الاي دي فقط. المهم الدراري اللي كنتم مشتركين معنا ومازال ما حصلتوش على هديه من قناه بي بوبجي تي في, خلونا الاي دي الخاص بكم في الكومونتير وفرجعوا لنا اخوتي اخواتي هذا الفيديو هذا باكبر عدد من اللايكات, وما تزبيو منه والو اخوتي اخواتي هذا الفيديو, حيت فيديو مفيد في الكلام. وعاد كلموا اخوتي اخواتي على واحد الطريقه اللي نقدروا بها نجيبوا الجواهر ونحصلوا على العديد من الاشياء في هذه اللعبات فري فاير. خليكم معنا اخوتي اخواتي حتى الاخر. ويا اسطوره لو كنتي لاول مره كتشاهد قناه بي بوجي تي في, بكرهك شي اشترك معنا وتفعل خاصيه زر الجرس باش تبقى توصل بكل ما هو جديد قناه بي بوجي تي في. وشكرا لكاع الناس اللي كدعمنا, وشكرا لكاع الناس اللي كتبعنا, شكرا لكم بزاف 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 اخوتي اخواتي. وفي هذا الفيديو هذا اخوتي اخواتي غنحرقوا واحد الماكينه دابا معكم هنا في هذا الفيديو اخوتي, وغنجيبوا السكين ديال اللي تحط غير هاد اليومين. وخوتي خواتاتي كما قلنا راه في اخر الفيديو راه عندك المعلومه كيفاش نجيبو جواهر من فري فاير الدراري وبالمجان بطريقه اللي سهله وبسيطه. المهم اخوتي خواتاتي انا نسبيني على هذا السكين هذا شحال ما خسرنا عليه الجواهر, غنجيبوه غنجيبوها الدراري. المهم اخوتي خواتاتي هذا السكين بان لي شويه مزيون, بان لي مع ديك الونين ديالو مع ديك هذيك ديالو راه فيهم ديك الماصه راه كضرب تما ديك الماصه الدراري, شي عجبني انا في هاد السكين اخوتي, قلت خاصني نجيبو ضروري مؤكد. وخوتي خواتاتي لا فرقعتوا هاد الفيديو باكبر عدد اللايكات, وشفت هاد الفيديو هذا تفاعلتوا عليه مزيان الدراري, راه الفيديو اللي جاي غنديروا مسابقه وغنحرقوا تال شي واحد العجله من هاد اللعيبات هادوما اخوتي. المهم اخوتي لفنا اللفه الاولانيه, ما عندنا شي حد, عطاونا هاد الصندوق ديال الاكا وفيه بزاف ديال المخلط كشي مخلط, عطاونا شوتغانيس والمسائل. المهم لكل الاسف ما عطاوناش شي حاجه اللي دايمه, المهم عطاونا غير ديك هذيك ديال 24 ساعه و7 ايام كما شفتوا الدراري. وخوتي خواتاتي انا خاصني نجيب هذا السكين هذا, هذا السكين هذا الدراري كما قلت لكم راه عجبني فيه غير الونين, دابا نلفوا على اللفه نشوفوا على الحظ. واخيرا الدراري جبدنا تهانينا, جبدنا الدراري السكين هذا, طحنا الدراري رخيص. المهم انا كنت عن نحرق عليه الماكينه, المهم كنت عن نبقى نحرق عليه حتى يطلع لنا. المهم الدراري ملي طلع لنا السكين هدايا ما خسرناش عليه بزاف. المهم اللفه الاولى كما شفتوا غير ب 30 وشي حاجه, واللفه الثانيه ب 69. المهم الطريقه المهم طاحت لنا رخيصه شويه, والله العظيم طاحت لنا رخيصه اخوتي كما كتشاهدوا. واللفه لما كانش يطلع لنا كنا نلفوا ب 119 الجوهره عادي, يمكن لك كل ما كتزيد اللف وما كيطلعش فيك الحظ كيزيدوا هما يعليو في السعر ديال الجواهر. المهم اخوتي اخواتاتي كما قلت لكم انا لما كانش يطلع لي هذا السكين هذا كنت نحرق عليه هذه الماكينه, وكنت نحرق عليه 1000 دياموند اخوتي, كنت نحرق عليه. المهم كنت نحرق هذه الماكينه الدراري. المهم اخوتي اخواتاتي عطاونا عاوتاني واحد البطاقه هنايا او نسبينيو هنا, لعلك لعل يطلع هاد السكين هذا كتسمى كتكون الحظ خنف وشاري الدراري, كتسمى طلع لنا السكين هذا غيكون الحظ خنف وشاري اخوتي اخواتاتي. المهم الصندوق الاصفر وانما عطاونا اخوتي اخواتاتي الماجيك يوب, قطع ديال الماجيك يوب الدراري, ومن اللي عطاهم لنا هذيك عطاونا غير القطع ديال الماجيك يوب. المهم ما كاين مشكله الدراري, حظي في هذا الصباح نقولوا ما باش نقولوا 75% زوين, 75% زوين الدراري. وخوتي خواتاتي عاوتاني واحد الحاجه اللي سالوني عليها بزاف ديال الدراري في الاخر, اخي زهير واش كاين التطبيقات ديال الهاكر لعيبه تويشات, ان شاء الله ساعه نديروا شي فيديو مفصل الدراري, غير صبروا وندير لكم شي فيديو برو عن تهكير فري فاير الدراري. ولكن نتوما خوتي كراتكم شي تفاعلوا معنا غير على هذا الفيديو هذا وتبارطاجيوه وتفرقعوا لنا باكبر عدد من اللايكات. المهم اخوتي اخواتاتي حطوا هنا عاوتاني هذا السلاح, هذا السلاح هذا الدراري الرجل اخوتي, قولوا لنا اخوتي واش الفيديو اللي جاي عاود نديروا عليه هذيك نجبدوه من قولوا لنا اخوتي واش نجبدوه سليح باللي زوين الدراري بالرجوله, حيت الا بغيتوا تجيبوا جواهر من فري فاير وبالمسجر راه كاين هنا واحد السنيت قط الدراري, كاين هنا السنيت قط اخوتي كما كتشاهدوا هاد السنيت قط كيفاش غنجيبوا مثلا, تقول لي خي زوير كيفاش غنجيبوا هاد السنيت قط وكيفاش غنحصلوا مثلا على هاد الاشياء هذوما. صديقي الطريقة كالتالي بسيطة, كيعطيوك يا صديقي واحد اللينك وكتستدعى الناس اللي مش حال هادي ما دخلوا مثلا لعبة فري فاير وكيكون عندك مشتركين
معاك في الفيسبوك. المهم كيمكن لك تضيفهم لنا عندك لهنايا، ولا كتطلب منهم طلب صداقه، على كل واحد كيمكن لك تستافد من صندوق. ولا دعيتي مثلا بزاف ديال الاشخاص راه كيمكن لك تستافد من ديك الصناديق اللي تما، وديك الصناديق راهم فيهم الدراري جواهر، فيهم جواهر اخوتي اخواتاتي، راهم فيهم جواهر الدراري. وكنتمنى اخوتي اخواتاتي السنيطقات كاملين تحصلوا عليهم، وانتوما تستافدوا من السنيطقات وتحصلوا على جواهر في فري فاير بالمجان. وكما قلنا اخوتي اخواتاتي في اول فيديو، قلنا نتكلموا على شي طريقه اللي بها كيشحنوا بزاف ديال الاشخاص وبزاف ديال الدراري جواهر فري فاير. راه الدراري كاين بزاف، كما قلت لكم في الفيديو اللي داز قلت لكم الدراري سولوا شوفوه، راه قلت لكم الدراري راه كاين بزاف ديال التطبيقات وبزاف ديال المواقع. وقولوا لنا اخوتي اخواتاتي الا بغيتو نجيب لكم شي موقع ولا شي تطبيق ديال بطاقه جوجل بلاي، يمكن لكم تربحوا منه بطاقه جوجل بلاي، قولوا لنا اخوتي في الكومنتات. وان شاء الله الفيديو اللي جاي نحضر لكم شي تطبيق.